بخصوص ما تحدثت عنه وأسميته بالأزمة الأخلاقية، جو بايدن كان قد تحدث إلى الصحفيين وهو على متن الطائرة أثناء عودته إلى الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور عادل سمارة، وقال الرئيس الأمريكي: كنت جادا جدا أو حادا جدا مع الإسرائيليين بشأن إيصال المساعدات لغزة وبأن المساعدات ستقدم بشكل أسرع لسكان القطاع. برأيك أي دلالة تحملها هذه التصريحات الأمريكية؟ شكرا لك ومرحبا بالأخ أمجد، وشكرا للجزائر يعني قيادة وشعبا تماما. أولا يعني بايدن عندما يقول قلت للإسرائيليين كذا وكذا، لكن ماذا قدم للصهاينة؟ قدم الطائرات وقدم المدافع وقدم 9 مليار دولار فقط هذه المرة وإلى آخره، هذا بيت القصيد. ولكن دعينا ننظر في الموضوع، لماذا من الذي فتح أو طلب فتح الممرات؟ كون أمريكا هي التي طلبت، هذا يعني أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي تقود المعركة ضدنا، هي التي تقود الحرب وتقود الصهاينة. لقد تحول الكيان الصهيوني من قاعدة إلى محمية للغرب، للأمريكان والغربيين، وبالتالي إذن هم الذين يقررون. ومع ذلك الكيان الصهيوني يتلكأ، يعني ما زال الكيان الصهيوني يتلكأ في هذه المسألة. الجانب الثاني بالنسبة لمصر والأردن، مضطرين لأن عمليا هم يدافعون عن أنفسهم في هذه المسألة، بمعنى أن الهدف والخطة الصهيونية الغربية هي تهجير غزة إلى مصر وتهجير الضفة الغربية إلى الأردن، وبالتالي إذن هي يعني مسألة دفاع استراتيجي أكثر ما هي مسألة تعاطف أو عدم تعاطف. وأيضا هي حساب للشعب، لأن الحراك الشعبي العربي في هذين البلدين وفي كل وطن عربي يلعب دور أساسي في هذا الضغط. يعني إذن هنا أود أن أتطرق لقضية أعتقد أنها هامة جدا. منذ فترة كنا نقول حتى قبل هذا العدوان أنه لابد من إعادة بناء المشروع العروبي، لأن هذا المشروع هو الذي لعب دور في الاستقلال، في ساهم في تحرير في انتصار الجزائر، ساهم في انتصار عدن إلى آخره. وكان كثيرون يقول البعد العروبي غايب، المشروع العروبي غايب. يا أخي غايب، لكن يجب أن يبنى. الآن الشارع العربي يتحرك، يحتاج هذا الشارع في الحقيقة إلى مشروع وإلى حركة سياسية تحول هذا الشارع من التظاهرات التي هي جيدة ولكن ليست كافية إلى مسألة تصفية مواقع الأعداء في الوطن.